العرب اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيه. بطلب إسرائيلي أمريكا تحذر الجنائية الدولية من التحقيق في جرائم الاحتلال. فصائل فلسطينية تقول إن واشنطن تشجع تل أبيب على ارتكاب مزيد من الجرائم. وشتي يؤكد أن القيادة الفلسطينية سترد ردا عمليا على أي إعلان إسرائيلي بضم أراض في الضفة. كورونا بين الانتشار والاحتواء، معدل إصابات مرتفع في دول الخليج، مخاوف في اليمن من انتشار سريع، وأوروبا تواصل تخفيف الإجراءات. كر وفر على جبهات اليمن، قوات الحكومة تستعيد السيطرة على معسكرات في زنجبار، الانتقالي الجنوبي يستقدم تعزيزات عسكرية، ومعارك في تعز بين الحوثيين والقوات الحكومية. معارك مستمرة في ليبيا، مقتل مدنيين في قصف لقوات حفتر على ضواحي طرابلس. قوات الوفاق تدمر منظومة دفاع جوية روسية في قاعدة الوطية، ودعوات من المجلس الرئاسي لقطع العلاقات بأبو ظبي. أهلا بكم. أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقف وزارة الخارجية الأمريكية الرافض لأي دور للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. ووصفت الجبهة الديمقراطية موقف واشنطن بأنه دليل ساطع على تشجيع إدارة ترامب سلطات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية. وكانت الخارجية الأمريكية قد حذرت المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق مع إسرائيل في جرائم حرب من المحتمل أنها ارتكبتها ضد الفلسطينيين. يشار إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا أصدرت في نهاية أبريل نيسان المنصرم قرارا بأن للمحكمة صلاحية التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعني أنه يمكن للسلطة الفلسطينية نقل الاختصاص الجنائي على أراضيها إلى لاهاي. في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتي في مؤتمر صحفي رفض الحكومة الفلسطينية أي مساس بأراضيها، وأي محاولة أو إعلان من الجانب الإسرائيلي بضم أراض فلسطينية ستقابل بخطوات عملية من الجانب الفلسطيني. برأيي طفح الكيل بصراحة، انتقاص الجغرافيا الفلسطينية سواء كان ضم القدس أو سواء كان الأغوار أو فرض السيادة على المستوطنات، بجميع الأحوال الهدف منه بشكل ممنهج هو قسم ظهر إمكانية إقامة دولة فلسطين في المستقبل، وهذا الأمر لا يقبل أي فلسطيني. إحنا هون في إجماع وطني على كل بجميع مفاصل العمل الوطني والإسلامي، مجمعة على أننا نريد دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. لمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بالتحذير الأمريكي للجنائية الدولية ينضم إلينا من القدس أمير الخطيب ومن واشنطن ريما أبو حمدي. أهلا وسهلا بكما. نبدأ معك أمير من القدس، دعنا في مجمل المواقف الإسرائيلية والفلسطينية من التحذير الأمريكي الأخير. نعم رويدا، نبدأ من الجانب الإسرائيلي الذي لم يرد عنه أي شيء سوى تأكيد الصحافة الإسرائيلية أن هذا البيان الذي صدر عن واشنطن أو عن وزارة الخارجية الأمريكية كان بتحريض وبدفع واضح من قبل إسرائيل، هذا ما قالته وتناقلته أيضا وسائل إعلام رسمية إسرائيلية. في الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى رد الفعل الذي أوردته قبل قليل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كان هناك رد فعل أيضا واضح من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس، الذي عبر المتحدث باسمها هذا اليوم ببيان له عن استيائه وغضبه من هذا البيان، اعتبره تدخل وقح وصورة تعكس بشاعة الإدارة الأمريكية في تعاملها مع هذه القضية، بالإضافة إلى أنه يوضح عداء الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة للشعب الفلسطيني عموما. إذن هذا التدخل ربما أو
هذا البيان الذي صدر رويدا عن الخارجية الأمريكية. واشنطن أكدت فيه أن هذه الجهة المحكمة الجنائية الدولية هي جسم مسيس، هذا ما قالته في بيانها. هذا ليس من فراغ، هذا صدر أمير لأن في مؤتمره الصحفي مؤخرا أصدرت قرار. نعم، في مؤتمره الصحفي رئيس الوزراء الفلسطيني لم يأتي على هذه النقطة بالتحديد. رئيس الوزراء الفلسطيني لم يأتي على هذه النقطة، ولكن النقطة الأهم الآن لدى السلطة الوطنية الفلسطينية هي مجابهة ومناهضة أي خطوة قد تكون إسرائيلية أو دولية أو حتى أمريكية في سبيل الضم، بما أنه الحديث الآن عن تطبيق هذا المخطط وليس فقط التفكير فيه إسرائيليا أو دوليا. بالعودة إلى محكمة الجنايات الدولية رويدا، نوضح أن هذه المحكمة يعني أصدرت قرار ينقل أو يتيح نقل جميع الملفات الجنائية في الأراضي الفلسطينية إلى لها، إلى المحكمة الجنائية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية رويدا فتحت في ديسمبر كانون أول العام الماضي 2019 تحقيقا مع إسرائيل في ارتكابها لجرائم حرب ضد فلسطينيين. كل ما نشهده من خلال هذا البيان الأمريكي ومن خلال تسارع ربما ردود الأفعال بخصوص هذا البيان الأمريكي هو يأتي على خلفية أن إسرائيل والولايات المتحدة اعتادوا أن يهاجموا أي جسم دولي يتعامل مع القضية الفلسطينية من زاوية حقوقية ومن زاوية قانونية. يعني على سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي يوم أمس درس فرض عقوبات على إسرائيل إن مارست أو إن طبقت موضوع ضم الأغوار وضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل مارست العديد من الضغوط على 7 دول تقريبا لكي لا تؤيد هذا القرار في الاتحاد الأوروبي. شكرا لك أمير. سنذهب إلى ريما. ريما، الولايات المتحدة تحذر الجنائية الدولية ويعني تحذرها من عواقب وخيمة. ما الذي باستطاعت الولايات المتحدة فعله وهي كما إسرائيل لم توقع على ميثاق روما الذي أنشئت على أساسه هذه المحكمة؟ بالفعل رويدة، هذا سؤال كبير. ما الذي يمكن للإدارة الأمريكية أن تقوم به للضغط على محكمة الجنايات الدولية؟ أولا كما قلت، محكمة الولايات المتحدة لم توقع على إنشاء محكمة الجنايات الدولية من جهة. من جهة أخرى، هي لا تقوم بدعم مالي كما رأينا مع الولايات المتحدة مع اليونسكو على سبيل المثال ومنظمة الصحة العالمية. عندما لم يرق لها ما تقوم به هذه المنظمات، قامت بقطع التمويل عنها. الآن ما الذي يمكن أن تفعله مع محكمة الجنايات الدولية وهي لا تقوم لا موافقة على إنشائها ولا بالتعاون معها ولا تقوم بتمويلها؟ لذلك هذا سؤال كبير يؤرق كثيرين بالفعل عندما رأوا أو عندما تحدثوا عن بيان وزير الخارجية الأمريكي الذي يهدد فيه بعواقب ولكن لم يسمي هذه العواقب. ربما الخيوط الوحيدة التي يمكن للإدارة الأمريكية التلاعب بها هي الضغط على دول أخرى هي عضو في محكمة الجنايات الدولية لعدم الموافقة على مثل هذه التحقيقات التي تطال جنود إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين. ربما هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن للإدارة الأمريكية الآن القيام به، وإن جاء هذا في إطار دعم الولايات المتحدة المستمر بشكل أعمى كما يقول مراقبون هنا لإسرائيل. شكرا لك ريما أبو حمدي مراسلتنا في واشنطن، والشكر موصول لمراسلنا في القدس أمير الخطيب. ننتقل الآن مشاهدينا لأخبار انتشار فيروس كورونا حول العالم. في اليمن، أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا تسجيل 16 إصابة جديدة وثلاث حالات وفاة في محافظتي لحج وعدن. يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من انتشار سريع للوباء في المحافظات اليمنية. وكانت وكالة أسوشيتد بريس قد نقلت عن مسؤولين في القطاع الصحي في عدن تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي فقط بأعراض شبيهة بفيروس كورونا، وهو معدل أعلى بكثير من الأوضاع الطبيعية بحسب المسؤولين.
تشهد عواصم الخليج ارتفاعا في معدلات انتشار فيروس كورونا، وتحتل السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات، فقد سجلت أعلى حصيلة يومية بلغت 2840 حالة، لتتجاوز بذلك 50,000 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات في المملكة 300 حالتين. وقد سجلت قطر 1547 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة. وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 942 إصابة جديدة و11 وفاة، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 13800 حالة. وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 404 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5000 وعدد الوفيات إلى 20 حالة. أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتي عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية اليوم، مشيرا إلى أن عدد الإصابات الكلي يبلغ 107 إصابات. وأضاف أشتي في مؤتمر صحفي أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الجديدة مع اقتراب عيد الفطر، من ضمنها الإغلاق الكامل ومنع الحركة من مساء الجمعة 22 من مايو الجاري وحتى 25 من الشهر ذاته. في تونس أكدت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أن خطر فيروس كورونا لا يزال قائما، على الرغم من النجاح الذي حققته البلاد في تجنب سيناريو كارثي على حد تعبيرها. هذه التصريحات جاءت بعد أن سجلت تونس 3 إصابات جديدة للمرة الأولى منذ 5 أيام. والحمد لله توا العدد نتاع الأشخاص اللي براو قاعد يرتفع يوما بعد يوم، لكن مازالوا فما أشخاص حاملين للفيروس. الفيروس هذايا دار في تونس متواجد، ما نجموش نجزموا اللي توا الفيروس هذايا ما عادش موجود، راهو الموجود الفيروس مازال موجود، الخطر نقص نسبيا لكن الخطر مازال. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الاستعداد لفترة طويلة من التعايش مع جائحة كورونا، مؤكدا أن أوضاع بلاده باتت أفضل بكثير مقارنة ببداية تفشي الفيروس. يأتي ذلك مع تخفيف بعض القيود الاجتماعية في أماكن وتشديدها في أخرى، خشية انتكاسة لا تحمد عقبها. لم يكن حملا سهلا. انتشار كورونا أغلق أبواب النوادي الرياضية لأكثر من شهرين وتسبب بأضرار كبيرة. أحد يتحدث عن الخلل في برامج تدريب مرتادي الصالة والتبعات الاقتصادية. وكما استؤنفت الكثير من الأعمال، النوادي الرياضية تصر على العودة وإن محفوفة بالمحاذير. هدفنا استئناف النشاط من دون انتشار الفيروس، يجب مراعاة البروتوكولات المحددة. العيش مع كورونا ليس خيارا بل أمر تفرضه الضرورة، تقول الحكومة الإيرانية. فطالما أن الطب لم يصل بعد إلى علاج نهائي للفيروس، لا يمكن الاستمرار بالإغلاق الشامل. التباعد الاجتماعي الذكي عنوان مرحلة قد تطول، تنفيذها محفوف بالمخاطر. يختلف المشهد الكوروني في إيران بين محافظة وأخرى. ارتفاع تسجيل الإصابات خلال الأيام الماضية ترجعه وزارة الصحة إلى توسيع دائرة الفحوصات في الكشف عن الفيروس، فيما ترجعه السلطات المحلية إلى عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. لكن بعيدا عن السبب يبقى القلق. يقرع ناقوس الخطر في خوزستان بعد أن كانت مع بداية الجائحة من المحافظات البيضاء، تسجل اليوم ربع أعداد المصابين بكوفيد-19 تقريبا. وعلى عكس تخفيف القيود في عموم إيران، فرض الحظر الشامل على عدة مدن في هذه المحافظة جنوب غرب البلاد وتعطيل معظم الأعمال. وافق على فرض الإغلاق، لكن يجب توفير احتياجات الناس. على الحكومة توفير ما يحتاجه المواطنون. الأوضاع في خوزستان ليست وحدها الخطيرة. التحذيرات تشمل محافظات لورستان المجاورة وسيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد ومازندران شمالها.
تحذيرات تجعل الكادر الطبي أكثر تأهبا. حازم كلاس، العربي، طهران. أعلن عدد من الدول الأوروبية مزيدا من إجراءات تخفيف الحظر المنزلي، ومنها فتح الشواطئ للسياح بعد أن أغلقتها أشهرا بسبب فيروس كورونا. كما أعلنت ألمانيا فتح حدودها مع لوكسمبورغ، وخففت إغلاق الحدود مع فرنسا والنمسا وسويسرا على أن تفتح معها الحدود تماما في 15 من يونيو حزيران المقبل. وكأنهم يلتقون البحر ويلتقيهم للمرة الأولى، وعلى إيقاع أمواجه الهادئة يرقص هؤلاء المحترفين من راكبي الأمواج فرحين باحتضان البحر مجددا. هكذا كان اللقاء على الشواطئ الإيطالية بعد أطول فترة إغلاق في العالم. هي عودة للحياة إذن للدول الأكثر تضررا في القارة الأوروبية التي انهكها فيروس كورونا وشل أركانها لشهور طويلة. فرنسا تأذن هي الأخرى بعودة تدريجية للحياة، ويستمتع الفرنسيون بطقس مشمس وهواء طلق في أول عطلة نهاية أسبوع خارج حجرهم المنزلي بعد أن أعلنت الحكومة رفع إجراءات الحظر. مقاهي فيينا ومطاعمها تفتح أبوابها مؤذنة بنهاية مرحلة عصيبة في البلاد. ألمانيا فتحت حدودها مع لوكسمبورغ وخففت إغلاق الحدود مع فرنسا والنمسا وسويسرا على أن تفتح معها الحدود بشكل كامل في 15 من يونيو المقبل. أما الدوري الألماني لكرة القدم فيطلق صافرة عودة البطولات الوطنية الكبرى بعد شهرين من التوقف بسبب الجائحة، في خطوة ينتظرها مشجعون طواقون للمتابعة وإن بعيدا عن المدرجات. في إسبانيا إجراءات تخفيف حذرة تتزامن مع فرض حجر على الوافدين على البلاد تجنبا لانتكاسة محتملة. تبدو الشواطئ اليونانية التي تستعد لاستقبال السياح كما كل عام أكثر تنظيما من أي وقت مضى، ففيروس كورونا فرض حالة تنظيمية طارئة تقتضي تخصيص مسافات بين كراسي الاسترخاء والمظلات حماية للعائدين إليها. عودة لعلها تكون حميدة ومنعشة لاقتصادات تهاوت بشكل مرعب بسبب الفيروس. ولمعرفة آخر تطورات فيروس كورونا عربيا وعالميا تنضم إلينا شبكة مراسلين. نبدأ من الدوحة مع مراسلنا سلمان النجار. سلمان، في قطر وفاة واحدة وعدد مرتفع من الإصابات، أين هو الخلل ومن أين يعني مصدر كل هذه الإصابات والسلطات قد فرضت حجرا صحيا صارما؟ نعم، بالفعل رويدة، أعداد الإصابات المرتفع تعزوها السلطات إلى سببين. السبب الأول هو عدم التزام كثير من الناس بالمسافة الآمنة أو المسافة الاجتماعية التي طالبت بها السلطات. الحركة في شوارع الدوحة هي حركة أكثر منها قبل شهر أو 15 يوما فائتة. السلطات في نفس الوقت تقول أن أعداد الإصابات المرتفع نظرا لأنها تجري عدد كبير من الفحوصات لتتبع السلاسل، سلاسل انتقال الفيروس هنا في المجتمع. أيضا السلطات القطرية وضمن مزيد ومزيد من التشديد هنا في الشارع القطري فرضت منذ منتصف الليلة وبدءا من يوم الأحد ارتداء الكمامات لكل من يخرج خارج المنزل لأي سبب من الأسباب عدا سائق المركبة حين يكون منفردا في مركبته. السلطات القطرية تحاول قدر المستطاع محاولة تطويق هذا المرض، ولكنها نسبيا مطمئنة إلى أن غالب هذه الإصابات التي تسجل وغالب الإصابات أيضا التي لا تكتشف لا يظهر عليها كثير من الأعراض. السلطات القطرية تقول إنه بسبب رمضان وبسبب ذهاب الناس إلى بعضهم البعض وتناول وجبات الإفطار زاد عدد المصابين بنحو 50% في المجتمع القطري، بعيدا عن العمال. نعم. الذين كان بهم تفشي الوباء بدأ بهم منذ بداية انتشار المرض، 50% إضافية تضاف إلى المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين بعيدا عن موضوع العمال، وهو ما تقول السلطات القطرية إنه بسبب عدم التزام الناس وبسبب دخول رمضان. نعم. وتقول إنها ستشدد من إجراءاتها خلال الفترة المقبلة وإن كان ثمة فتح لعدد من القطاعات الحيوية مؤخرا. نعم، شكرا سلمان. نذهب إلى محمد شبارو في بيروت. محمد، كيف تبدو الأوضاع في لبنان الآن بعد فرض حظر التجول؟ هل فعلا أثر ذلك في انخفاض عدد الإصابات؟
رويدة، فعليا اليوم بلغت الإصابات في صفوف المقيمين 5 إصابات، 6 إصابات في صفوف الوافدين. فعليا يعني هذا الأسبوع شهدنا تراجع واضح في عدد الإصابات، كانت ارتفعت إلى ما فوق 20 إصابة في اليوم، عادت وانخفضت إلى 5 إصابات اليوم. مع غدا ليلا تنتهي الإغلاق العام الذي أعلنته الحكومة اللبنانية ل4 أيام. الحكومة اللبنانية ستجتمع غدا لتقييم الوضع العام في البلاد والبناء عليه، إما تمديد حالة الإغلاق التام أو تخفيف الإجراءات. رويدا عموما يمكن القول أننا اليوم في لبنان شاهدنا 9 رحلات أو انطلاق المرحلة الثالثة من عودة العالقين اللبنانيين في الخارج، وهم أبدوا رغبتهم في العودة. يجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من هذا الخطة شهدت أو شابه الكثير من علامات الاستفهام، وهي المسؤولة عن عودة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا في البلاد. الحكومة اتهمت بعض الأفراد بعدم التزامهم بالحجر المنزلي، في المقابل كثر هنا في الشارع اللبناني حملوا الحكومة إجراءات الحكومة عدم تشددها المسؤولية. لذلك رأينا اليوم يعني نوع من التشدد في الإجراءات في استقبال العائدين، وأيضا وزارة الداخلية يعني أعلنت أنها ستتابع هؤلاء الحالات في مناطقهم ومدى التزامهم بالحجر المنزلي. شكرا لك محمد علي من تونس. علي، 3 إصابات جديدة بعد 5 أيام كانت خالية من كورونا في تونس، ما السبب؟ في الحقيقة هي 3 إصابات جديدة قالت عنها وزارة الصحة بأنها معروفة المصدر، وهي قادمة من نتيجة من أفراد، وهي لأفراد لديهم مخالطة سابقة بمن ثبت لديهم الإصابة بالفيروس، وتحديدا في محافظة قفصة في الجنوب التونسي. تعود هاتين الإصابتين إلى امرأة مقيمة حاليا في إحدى مستشفيات العاصمة وكانت حاملة للفيروس. تجدر الإشارة أنه بهذه الإصابات ترتفع عدد الإصابات الجملية في تونس إلى 1038 إصابة، مع استقرار عدد الوفيات إلى حدود 45 حالة وفاة، وتقلص عدد المقيمين في المستشفى إلى 3 حالات فقط، فيما يواصل أكثر من 280 شخص حامل الفيروس إلى حد الآن. تجدر الإشارة أيضا بأنه ستنطلق بداية من الأسبوع القادم عملية تقييم المرحلة الأولى من الحجر الصحي الموجه، وعلى ضوئه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة سواء بالانطلاق في المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه، والتي منتظر أن تنطلق بداية من 25 من هذا الشهر، أو سيتم الرجوع عن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه المرحلة. نعم، إليك دو. شكرا علي. شيبة، يعني بداية ما هي آخر تطورات الفيروس في السودان وانعكاساته الاقتصادية أيضا على يعني الاقتصاد السوداني منهك أصلا قبل جائحة كورونا، وهناك أرقام تتحدث عن ارتفاع في معدل التضخم 17% في إبريل مقارنة بالشهر السابق، ماذا في التفاصيل؟ نعم، حتى الآن فيروس كورونا لم في ارتفاع في حصيلته اليومية، ولكن منذ يوم أمس الأول لم تعلن وزارة الصحة أي حصيلة جديدة، وهذا التأخير يرجع ليس لعدم وجود حالات، فالتقرير يجب أن يصدر بشكل يومي يبين إن كان هناك حالات جديدة أو لا، ولكن يبدو أن هنالك ترتيبات أو مزيد من الفحوصات التي تجرى للتأكد من العينات التي سيتم الكشف عنها. بالنسبة للوضع الاقتصادي، الإغلاق التام كان قد تم في أواخر شهر إبريل، وبالتالي هنالك انعكاس اقتصادي واضح جدا على أسعار الكثير من المواد الغذائية والمشروبات والوقود والخبز. هذا ما أرجعه المجلس القومي للإحصاء، حيث أكد أن هذا الارتفاع في نسبة التضخم جاء لارتفاع الأسعار في حزمة من المواد التي يحتاجها المواطن بصورة مستمرة. الحكومة كانت قد أعلنت عن اتجاهها لرفع أجور العاملين في الدولة، وبدأ تطبيق ذلك فعلا منذ بداية مايو، وكان من المفترض أن يطبق في أبريل، ولكن حسب تصريح لوزير المالية سيتم تعويض هذه الفروقات لشهر أبريل في أجور الشهور القادمة المتبقية من هذا العام. ولكن بالمقابل هنالك ارتفاع كبير في الأسعار، بحيث أن وباء كورونا أثر بشكل كبير جدا، هذا الإغلاق أثر بشكل كبير جدا على توفر السلع وأدى إلى ندرة بعضها، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها أيضا.
شكرا لك شيبة خليل القاهري من صنعاء. ما كشفته وكالة أسوشيتد بريس خطير جدا، تتحدث عن من أو نقلا عن مصادر طبية في اليمن بأن أكثر من 500 وفاة خلال الأسبوع الماضي بأعراض شبيهة بأعراض فيروس كورونا. هل هناك من معلومات تؤكد أو تنفي ما تحدثت عنه أسوشيتد بريس؟ نعم، كل المصادر الطبية والصحية في عدن ما يشار إليه من أرقام هو في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة مقرا لها في الظرف الحالي، وبالتالي فإن عشرات الحالات يوميا في مدينة عدن جنوبية البلاد تسجل كوفيات، وأيضا عشرات الحالات المماثلة كإصابات ب يعني أوبئة قد يكون من بينها الفيروس كورونا، وحميات منتشرة بشكل كبير خلال الفترة الماضية خاصة بعد الفيضانات التي شهدتها مدينة عدن والمدن الجنوبية مؤخرا. يمكن التأكيد على أن يعني أكثر من 200 حالة على الأقل ما يمكن تأكيده من بعض المصادر سجلت خلال اليومين الماضيين حالات وفيات في مدينة عدن كحالات شبيهة بفيروس كورونا، لكن لا ليس هناك جزم ولا تأكيد حتى من منظمة الصحة العالمية بأن الحالات هي حالات فيروس كورونا. المؤكد أنها حالات حميات مختلفة انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، هذا بالنسبة لمدينة عدن، ولكن يمكن القول بأن الوضع الصحي في عدن خطير ومتدهور للغاية، والمرافق الصحية باتت شبه مغلقة ومتردية للغاية، هذا بالنسبة لعدن. لكن في صنعاء يعني آخر المعلومات التي كشفها وزير الصحة في حكومة الحوثيين بصنعاء دكتور طه المتوكر اليوم قال بأنه مؤخرا تم تسجيل حالتين إضافيتين بفيروس كورونا، ولكنه أكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في صنعاء بأن هاتين الحالتين تماثلتا للشفاء وهما لرجل وامرأة خلال الفترة الماضية. هناك حملة رش وتعقيم في كثير من الأحياء هنا في صنعاء وحالة إغلاق لبعض الأسواق بشكل مؤقت، هذه هي الصورة بالنسبة لكل من صنعاء وعدن فيما يخص فيروس كورونا. شكرا لك خليل، وشكر موصول لشبكة مراسلينا على كل هذه المعلومات. يواجه السوريون في مخيمات النزوح الواقعة شمال سوريا صعوبات في الالتزام بالحظر الذي فرضه انتشار وباء كورونا، وتعاني هذه المخيمات اكتظاظا تحولت بسببه كل المرافق العامة ومنها المدارس إلى أماكن للسكن، وهو ما بات يثير المخاوف من انتقال العدوى سريعا بين النازحين. أن تعيش في منطقة حرب سنوات طويلة يعني أن تنقلب حياتك رأسا على عقب ويتغير شكل كل ما تعودت عليه إلى الأبد. هنا في كلبيت وهي قرية محاذية للحدود السورية التركية أصبحت المدرسة الوحيدة فيها مكانا للسكن بعد ازدحام محيطها بخيام النازحين فنصبوها حتى في باحتها. يعيش هؤلاء الأطفال واقعا تعليميا سيئا، فوفق وزارة التعليم في الحكومة السورية المؤقتة 44 مدرسة فقط تغطي 169 مخيما تضم قرابة 4 ملايين نازح سوري. هذه المدارس تستوعب 55,000 طفل كحد أقصى وسط شروط غير صحية لتلقي التعليم. يزيد من هذا الواقع سوءا أن تتحول المدارس لأماكن للسكن. طبعا هذه المدرسة تحتوي على الكثير من النازحين من ريف حماة وريف إدلب، ونقوم باستقبال النازحين وأطفالهم في هذه المدرسة. رغم الصعاب نقوم بالعملية التربوية والتعليمية على ما توفر لدينا من خدمات وخبرات وإمكانيات مادية أو معنوية. أثناء مرورنا في ساحة المدرسة صادفنا سيدة تبيع الحلويات للطلاب، بادرتني بلوم لم أستطع معه شيئا. بيجوا بيصورونا هالنصابين هالكذابين حشاك وبيروحوا. طيب معك حق، ما حد عم يعطينا شيء، ولا ما حد عم يعطينا شيء. سألتها عن قصتها. ما كنت بيع، بس سلق من الحاجة عم نبيع لنطلع حق شغلي، حق دواء للأولاد، حق مصروف للبيت. طيب هلا انت ساكنة هون ولا وين؟ ساكنة هون بهالخيمة، دحقي لي عدتي بيها وانام بيها وبيع بيها. وسط نقص حاد في المساعدات الإنسانية الأممية وتعثر المؤسسات التعليمية بسبب قلة الدعم، يعيش قاطنو المدرسة كبارا وصغارا سجناء ظروفهم القاسية بانتظار مستقبل غائبة ملامحه.
في غمرة التجاذبات السياسية والقصف السوري الروسي الممنهج على إدلب ومحيطها وملايين النازحين، تنسى الحاجات الأساسية للأطفال السوريين، ومنها أن تتحول مدارسهم إلى أماكن للسكن. إلاف ياسين، العربي، ريف إدلب الشمالي. والآن إلى فقرة كورونا وحياتنا. أهلا بكم في فقرة كورونا وحياتنا. تنوي الصين إنفاق حوالي 205 مليارات دولار هذا العام على مشاريع شبكات الجيل الخامس وتحسينات شبكة الكهرباء والسكك الحديدية في محاولة لإنعاش اقتصادها بعد جائحة فيروس كورونا. وتعتبر هذه القطاعات جزءا من 7 قطاعات اعتبرتها الصين بنية أساسية ستعطيها الحكومة الأولوية في خطط الإنعاش الاقتصادي التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد بعد انكماشه بمعدل 6.8% في الربع الأول من هذا العام، وهي نسبة غير مسبوقة. فرضت بمدينة ولاوايو، ثاني أكبر مدينة في زيمبابوي، إجراءات جديدة تحدد إمدادات المياه ليوم واحد فقط في الأسبوع، وتعتبر هذه الإجراءات الأشد صرامة للحفاظ على الموارد المائية المتضائلة في البلاد. وسيستمر انقطاع المياه 144 ساعة أسبوعيا، ارتفاعا من 120 ساعة كان قد تم الإعلان عنها الشهر الماضي، وهو ما يؤثر على حياة 650 ألف مواطن ويطرح تحديات كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا. ضربت أزمة كورونا مختلف الأنشطة الاقتصادية في العالم، وتراجع القطاع السياحي بنتيجتها إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود بحسب الإحصاءات. وقد بدأ القيمون على القطاع الفندقي حول العالم بوضع استراتيجيات جديدة تتكيف مع الوضع المستجد الذي فرضته جائحة كورونا صحيا واقتصاديا. فرضت أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي قيودا لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة. توفير الأمن الصحي للنزلاء على رأس القائمة، فميزان الحرارة سيكون وفق خبراء حاضرا كيفما تنقل السائح في الفنادق من لحظة دخوله وحتى انتهاء إجازته. عمليات التنظيف المعتادة ستأخذ أشكالا مختلفة في كل الأقسام. التعقيم سيكون السائد، والاحتكاك المباشر الذي لطالما شكل أساسا في التعامل الودي بين العاملين في القطاع الفندقي والنزلاء لن يكون له وجود، أو على الأقل ستتبدل صورته. تأمين التباعد وفق التوصيات الطبية العالمية لا مجال للتساهل بشأنه فندقيا، ونتيجة لذلك تدرس إدارات بعض الشبكات الفندقية العالمية تخفيض عدد صالات الطعام والتسلية منعا للتزاحم. للمساحات الخارجية أيضا في المنتجعات الفندقية تدابير يقترحها خبراء القطاع، خصوصا مع قدوم فصل الصيف، تماما كالحفلات المتنوعة التي تضج بها الصالات على مدار العام. وفي ظل المعطيات المخيفة التي يفرزها الوباء عالميا، يبدو أن القطاع الفندقي في القارات الخمس سيكون أمام اختبار جدي أكثر صعوبة من حلبة التنافس للازدهار ومن جني الأرباح ويقفز إلى مستوى التحدي من أجل البقاء. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الدكتور أحمد ذكر الله، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في أكاديمية العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور. برأيك هل امتثال القطاعات الفندقية للشروط الصحية كافية لاستنهاض القطاع وتعويض خسائرها؟ بالطبع هناك صعوبات كبيرة في عودة القطاع الفندقي والقطاع السياحي بصفة عامة إلى العمل بكامل طاقته مرة أخرى. طبقا لتقرير منظمة السياحة العالمية أن هناك 83% من الدول أغلقوا إما إغلاقا كاملا أو إغلاقا جزئيا، بمعنى أنه في حوالي 217 دولة
مشتركين في منظمة السياحة العالمية، 175 دولة منهم أغلقوا إغلاقا تاما، و45 دولة أغلقوا إغلاقا جزئيا. وبالتالي رجوع هذه الأنشطة خاصة القطاع الفندقي أصبح أمرا ذا صعوبة بمكان، وبالتالي كان يجب على هذه الفنادق اتخاذ مجموعة من التدابير، هذه التدابير الصحية في وقاية النزلاء وغير العاملين والموظفين في هذه الفنادق لكي لا يصابوا بالفيروس. ومن هذه التدابير بعض الدول أيضا تحدثت عن ما يسمى بالعلامة الصحية، وهذه العلامة الصحية هي عبارة عن بروتوكول صحي يشبه هذا البروتوكول الذي يقسم الفنادق ويصنفها إلى فئات درجة أولى أو أربع نجوم وخمس نجوم وثلاث نجوم وهكذا. وبالتالي هذه التدابير الصحية التي يجب اتخاذها ستصنف الفنادق أيضا على أساس أربع نجوم صحية خمس نجوم وهكذا لكي تحمي هؤلاء الموظفين والعمال والنزلاء أيضا. المشكلة الكبرى لن تكون لقطاع الفندقي فقط في التدابير الصحية، ولكن في فرض الدول حالات من عدم الانتقال على مواطنيها، وبالتالي القطاع الفندقي يجب أن يلجأ إلى أمور أكثر ابتكارية. نعم. على سبيل المثال السياحة الداخلية. طيب. داخل الدول ستكون أكثر ابتكارية في هذه المرحلة. طيب يعني برأيك ما هو مستقبل وشكل السياحة في العالم بعد أزمة كورونا؟ يعني سيتخذ مجموعة الدول مجموعة من الحلول الابتكارية. سمعنا مؤخرا أن تركيا على سبيل المثال حولت اثنين من كبرى مستشفياتها إلى مستشفيات سياحة علاجية، وهذا نوع إذا كان متوفرا في بعض الدول سيمثل حلا ولو جزئيا في مثل هذه الأمور. كما قلت حضرتك منذ قليل أن السياحة الداخلية ستكون أيضا حلا مهما في هذا الإطار، ولكن في الأجل القريب والأجل المتوسط ما زال القطاع سيعاني بشدة، حتى أن بعض عدل تقارير منظمة السياحة العالمية بخسائر 450 مليار دولار إلى مجلس السياحة العالمي الذي عدلها إلى حوالي 2.5 تريليون دولار، وقال أن هناك 100 مليون وظيفة حول العالم في هذا القطاع والقطاعات المتشابكة معه ستتأثر سلبيا في هذا الإطار. شكرا لك دكتور أحمد ذكر الله رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في أكاديمية العلاقات الدولية. نهاية الفقرة، شكرا للمتابعة. رمضان هذا العام كان صعبا على كثير ممن فقدوا وظائفهم في مختلف أنحاء العالم نتيجة جائحة كورونا. اللاجئون الأفغان في باكستان ليسوا استثناء، فقد باتوا يواجهون أزمة توفير لقمة عيشهم. مراسلنا زار إحدى الأسر وأعد لنا التقرير التالي. على شربة ماء يتدافعون وأوضاع مزرية يعيشون. أكثر من 1,400,000 لاجئ أفغاني يقيمون في باكستان عدا غير المسجلين منهم. ثمة من حالفه الحظ وانخرط في ميادين العمل فتمكن من انتشال أسرته إلى الأحياء السكنية، ومنهم من عاش لأكثر من 4 عقود بين أزقة مخيمات اللجوء يتلقى مساعدات متقطعة خلال الأزمات. قريبا سنعمل في المفوضية على تقديم مساعدات نقدية للاجئين الأشد حاجة والذين تأثروا كثيرا جراء الأوضاع الحالية. هجرة جل اسم على مسمى، يدفع بحياة مثقلة بالمتاعب والتحديات، حياة بالكاد أن تدور عجلتها خاصة بعد تفشي وباء كورونا، وباء أحدث طفرة بطالة زاحمته في رزقه. قبل جائحة كورونا كنت أكسب مبلغا جيدا وكانت الحياة تسير بشكل أفضل. العاطلون عن العمل في هذا السوق هم كثر والعمل قليل. حاليا في رمضان لا أستطيع تأمين نفقات أسرتي اليومية. بدولارين فقط يعود جل لأسرته المكونة من 8 أفراد، أسرة يقطن أفرادها كلهم في هذه الحجرة. لدينا غرفة مشتركة واحدة تنام فيها عائلة ابني وأنا معهم. ليس لدينا نقود لبناء غرفة منفصلة لي، فأنا مريضة قلب ولا نملك حتى ثمن تكلفة العلاج.
سألناهم والكثيرين من اللاجئين هنا عن سبب بقائهم في باكستان رغم هذه الظروف القاسية، فأجابوا إن درك العيش هنا يبقى أفضل من عودة مآلاتها مجهولة. مسرح قصتنا مع هذه العائلة ليس فريدا، فالمخيم زاخر بقصص وحكايات تتمايز بدرجة المعاناة. أبطالها يفرحون بتناقلها على المنابر، آملين مؤازرة إنسانية في الشهر الفضيل. بلال الأسطل، العربي، إسلام أباد. العربي اليوم مستمر وفيه بعد الفاصل. القوات العراقية تستعد لعملية عسكرية واسعة تستهدف تنظيم الدولة في حزام بغداد الشمالي. أهلا بكم من جديد. تمكنت القوات الحكومية اليمنية من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية التابعة لمقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين جنوب البلاد. هذا وتشير مصادر ميدانية إلى أن القوات الحكومية اليمنية تتجه للسيطرة على منطقة الإرسال، وهي أقرب نقطة إلى زنجبار، حيث تحتدم المعارك مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. معركة زنجبار أبين جنوب اليمن عامل الحسم الأكبر في الطريق إلى عدن بالنسبة للقوات الحكومية، بينما حصرها في نطاقها الراهن يمثل مكسبا عسكريا كبيرا للمجلس الانتقالي الجنوبي. القوات الحكومية سيطرت على معسكر اللواء الثالث دعم وإسناد ومعسكر حيدر السيد ومعسكر الحزام الأمني بعد سيطرتها قبل أيام على كامل منطقتي الشيخ سالم والطرية. ووفق مصادر ميدانية فإن قوات الجيش تتجه إلى السيطرة على منطقة الإرسال أقرب نقطة إلى مدينة زنجبار عاصمة أبين، حيث تحتدم المعارك هناك مع مقاتل الانتقالي المسنود من الإمارات. تستميت أطراف القتال في سبيل إحراز تقدم على الأرض، وهو ما يعكس بقاء المعارك محتدمة في الاتجاهين الشمالي والشرقي فقط من زنجبار دون تقدمها في بقية الاتجاهات، على عكس ما كان متوقعا في بداية معركة الفجر الجديد التي أطلقها الجيش اليمني الاثنين الماضي ضد مسلحي الانتقالي. تأخر الحسم على الأرض، تأخر مرده إلى حجم التعزيزات العسكرية التي استخدمها مقاتلي والانتقال إلى أرض المعركة، وتشييد تحصينات وموانع إسمنتية كبيرة وزراعة مزيد من الألغام. تعزيزات كان الانتقال قد حصل عليها تباعا من الجانب الإماراتي الذي تتهمه الحكومة بدعم الانتقال منذ سنوات، دعم عده مراقبون أهم أسباب تأخر تقدم الجيش الذي تحدث في بداية المعركة عن ساعات لوصوله إلى عدن على غرار ما حصل في معركة أب أغسطس 2019، حينما وصل الجيش اليمني إلى مداخل عدن قبل أن يباغته طيران الإمارات بغارات جوية أوقعت أكثر من 300 قتيل وفق بيان الحكومة حينها. خليل القاهري، العربي، صنعاء. هذا وشهدت المنطقة الغربية في تعز مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. واندلعت المواجهات عقب هجوم عنيف شنه الحوثيون في محاولة منهم لإحراز تقدم والسيطرة على بعض المواقع في منطقة مدرات غرب المدينة. وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية للعربي إن وحدات الجيش خاضت اشتباكات بمختلف الأسلحة تمكنت خلالها من صد تقدم وهجمات الحوثيين على مواقعها في مدرات ومحيط جبل هان الاستراتيجي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا في تعز أحمد البكاري. أحمد، ضعنا في آخر التطورات الميدانية على مختلف الجبهات اليمنية، بداية في تعز وأيضا في زنجبار. القوات الحكومية تتقدم وقوات الانتقال تستخدم التعزيزات، ماذا عن قوات التحالف؟ هل تراقب الأمور فقط؟ نعم، بالنسبة لجبهات أو للجبهة الغربية في مدينة تعز، حتى الآن الوضع هادئ بعد ساعات من المواجهات بين قوات الحوثيين والقوات الحكومية عقب هجوم شنه الحوثيون في محاولة لإحراز أو لاستعادة بعض المواقع من سيطرة القوات الحكومية. أسفرت المواجهات عن سقوط 4 قتلى من جانب القوات الحكومية، بينما قتل بحسب المصادر في القوات الحكومية أكثر من قتلى
قتل أكثر من ستة عناصر تابعين لجماعة الحوثيين في تحديدا في منطقة مدارات ومحيط جبل هان ومنطقة غراب وفي المنطقة الغربية للمدينة. أما بالنسبة للتطورات في محافظة أبيان الجنوبية اليمن، لا تزال المواجهات مستمرة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي. المعارك أخذت طابع الكر والفر بين الجانبين. كان هناك تقدم للقوات الحكومية من منطقة الطرية باتجاه منطقة الشيخ سالم وهي القريبة من مركز محافظة أبيان وهي مدينة زنجبار. هناك حصيلة المواجهات خلال اليوم هذا اليوم السبت، أكثر من 10 قتلى من الجانبين وأكثر من 15 جريحا بحسب مصادر ميدانية. هناك احتراق لمدرعات وعربات عسكرية من الجانبين نتيجة القصف المدفعي بين الجانبين. هناك تعزيزات للانتقال حشد لها من محافظتي الضالع ولحج، تعزيزات كثيفة خلال اليومين الماضيين تم تجهيزها في مدينة عدن ودفع بها إلى مدينة زنجبار لصد زحف أو تقدم القوات الحكومية باتجاه مدينة زنجبار. أيضا لا تزال المعركة مستمرة حول مدينة زنجبار. هناك سقوط بعض المعسكرات بيد القوات الحكومية. هناك أسر قيادي تابع للقوات الحكومية في يد القوات التابعة للقوات المجلس الانتقالي وهو قائد اللواء 115 بالإضافة إلى 5 من مرافقيه. وبالتالي لا تزال المعركة ربما ستكون صعبة بالنظر إلى دعم الإمارات للمجلس الانتقالي وتعزيزات المجلس الانتقالي إلى مدينة زنجبار بشكل مكثف. شكرا لك أحمد البكاري مراسلنا من تعز على كل هذه المعلومات. قال المتحدث باسم وزارة الصحة الليبية أن قصف قوات حفتر على حي الفرناج في ضواحي العاصمة أسفر عن مقتل مدنيين 2 وجرح 3 آخرين. من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق تدمير منظومة دفاع جوية روسية فور وصولها إلى قاعدة الوطية الجوية. يأتي ذلك بينما تتوالى الدعوات الصادرة عن القيادة الليبية الشرعية إلى قطع العلاقات مع الإمارات والتعامل معها بوصفها دولة عدوة تنتهك السيادة الوطنية وتتبنى مشروع الانقلاب العسكري وتدعمه بالأسلحة والذخائر والمرتزقة. ليست المطالبة بقطع العلاقات مع الإمارات الصادرة عن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية محمد العماري زايد هي الأولى من نوعها في سياق حرب اللواء المتقاعد خليفة حفتر بهدف الاستحواذ على العاصمة طرابلس. فقد سبقه إلى ذات الدعوة في يناير الماضي المجلس الأعلى للدولة، وكذلك فعل رئيس المجلس السابق عبد الرحمن السويحلي في أكتوبر من العام الماضي. وعلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الإمارات بتحولها إلى منصة إعلامية لقوات حفتر، وهي اتهامات تؤيدها تقارير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي أكدت مرارا ضلوع الإمارات في تزويد حفتر بالأسلحة والذخائر والطائرات المسيرة والتوسط في إرسال مقاتلين إلى ليبيا، فضلا عن إقامة قاعدة جوية خاصة بها شرقي البلاد هي قاعدة الخادم. وقاعدة الخادم هي إحدى الأسباب التي بنى عليها عضو المجلس الرئاسي محمد العماري زايد مطالبته بقطع العلاقات مع الإمارات. ففي ذات الرسالة يتهم العماري زايد الإمارات باختراق الأجواء الليبية وتنفيذ عملية قصف بهدف قتل مواطنين ليبيين. تأتي الدعوة إلى قطع العلاقات مع الإمارات وسط تراجع واضح لقوات حفتر في الأسابيع الأخيرة واكتفائها بالقصف العشوائي لمناطق متفرقة من طرابلس، وتتزامن مع تصدع في العمق الاجتماعي والقبلي المؤيد لحفتر إثر تنامي خلافاته مع رئيس برلمان توبروك عيلة صالح، ووسط قصور في دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي اقتصر دورها في الأونة الأخيرة على إدانة العنف دون القدرة على إيقافه. أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ عن قلق الحلف من وجود مرتزقة روس من شركة فاغنر في صفوف قوات خليفة حفتر في ليبيا. وأكد ستولتنبرغ في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أن الحلف لا يعترف إلا بحكومة الوفاق، مضيفا أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. من جهته أعرب السراج عن أمله في أن يلعب حلف الناتو دورا في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.
من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود شوش أوغلو إن خليفة حفتر ودعميه باتوا أكثر عدوانية بشنهم هجمات تستهدف المدنيين من الشعب الليبي. وفي لقاء له مع قناة تلفزيونية محلية أضاف شوش أوغلو أنه لابد من وقف حفتر والداعمين له خلال الفترة المقبلة، وأنه يجب على حلف شمال الأطلسي أن يطلع بدور في هذا الصدد، مؤكدا أن أنقرة تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي. معنا مراسلنا في ليبيا الموجود حاليا في تونس خليل الكلاعي. أهلا بك خليل. تطورات عديدة على أكثر من صعيد في ليبيا، ولكن التطور الأخير والأهم هو إعلان حكومة الوفاق عن تدمير منظومة دفاع جوي روسية فور وصولها إلى قاعدة الوطية. هل هناك من معلومات إضافية توفرت لديك؟ نعم رويدة، بكل تأكيد الساعة والنصف الأخيرة شهدت تلاحقا كبيرا في الأحداث، بدءا من تدمير قوات حكومة الوفاق الوطني لمنظومة فانسير الروسية المضادة للطائرات المسيرة فور وصولها إلى قاعدة الوطية الجوية. في الحقيقة نشطاء مقربون من عملية بركان الغضب كانوا قد دونوا صباح اليوم عن وصول منظومة دفاع جوي من طراز فانسير إلى قاعدة الوطية، وقالوا أنه وقع تتبع هذه المنظومة منذ وصولها إلى قاعدة الجفرة وسط ليبيا قادمة من الإمارات قبل نقلها في مرحلة ثانية إلى قاعدة الوطية الجوية، محذرين ربما من الدور الذي ممكن أن تلعبه هذه المنظومة ليقع في وقت لاحق الإعلان عن تدمير هذه المنظومة من قبل غرفة عمليات بركان الغضب. الخبر الثاني أيضا في سياق الأحداث التي وقعت خلال الساعة ونصف الأخيرة كان القصف الكثيف الذي شنته قوات حفتر باستخدام صواريخ الجراد على حي الفرناج جنوب العاصمة الليبية طرابلس، ما وقع في حصيلة أولية قتيلين وثلاث جرحى. سياسيا المكالمة الهاتفية التي جمعت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتن برغ كانت ربما تكملة للتصريح الإعلامي الذي قام به الأمين العام لحلف الأطلسي منذ أيام، والذي قال فيها أنه لا يمكن وضع حكومة الوفاق وقوات حفتر في كفة واحدة. ياس ستولتنبرغ خلال ذات المكالمة الهاتفية قال أنه التواجد المتزايد لقوات فاغنر المرتزقة الروس من قوات فاغنر في طرابلس يشكل قلقا بالنسبة للحلف الأطلسي، وقال كذلك خلال ذات الاتصال الهاتفي أنه حظر السلاح المفروض على ليبيا يجب أن يكون أيضا حظرا بريا وجويا، ربما بالإشارة إلى المنافذ التي يتلقى منها حفتر السلاح، ولا يجب أن يقتصر فقط على الحظر البحري الذي تفرضه عملية إيرني التي يقودها الاتحاد الأوروبي. شكرا لك خليل الكلاعي. قتل 8 أشخاص في هجمات متفرقة لعناصر تنظيم الدولة على محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والبصرة. ووفق مصادر أمنية تحدثت لوكالة الأناضول، فقد كان من بين القتلى ستة أفراد من عناصر الأمن والحشد الشعبي ومدنيان في هجمات شهدها عدد من المحافظات العراقية بدءا من ليلة الجمعة حتى فجر السبت. ونقل مراسلنا عن قيادات أمنية قولهم إن القوات العراقية تستعد للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق يوم غد تستهدف تنظيم الدولة في حزام بغداد الشمالي والشمالي الغربي. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية تحسين الخفاجي أن القوات الأمنية طاردت عناصر تنظيم الدولة باتجاه الجبال في مناطق حمرين شمال شرق البلاد، وأشار إلى أن التنظيم استغل جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية والسياسية لشن عملياته. يعني مسألة عودة داعش مرة ثانية للمواجهة مع القوات الأمنية بإمكانيات عالية، هذا الحقيقة ليس له وجود. كل ما موجود هو أنه تنظيم داعش الإرهابي عليه ضغط كبير من القوات الأمنية، ضربات جوية، معلومات استخبارية، متابعة، ملاحقة، أماكن تواجد التنظيم سواء في الصحراء أو في الوديان أو في الكهوف أو في الجبال، الآن بدأت ملاحقة ومطاردة من قبل القوات الأمنية. لذلك هذا الضغط الكبير اللي يتولد على التنظيمات الإرهابية هو اللي أخرج هؤلاء الإرهابيين من جحورهم، وبالتالي مسألة قتال مع القوات الأمنية من أجل البقاء على الحياة.
معنا من بغداد مراسلنا ضياء الناصري. أهلا بك ضياء. إذن القوات العراقية تستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق يوم غد، ماذا في التفاصيل؟ ربما الأبرز في ذلك هو الزيارة الهامة التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مقر هيئة الحشد الشعبي، وتحديدا إلى مقر إقامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. وأيضا عندما يعني بعد توزيع هذا الخبر ووردت الصور، هناك كانت ملاحظتين. الأولى هو وقوف صفين من الحشد المعروف أو المسمى بالحشد الولائي، وهو الأقرب ولاء إلى إيران، إلى جانب الحشد المرجعي أو ما يسمى بالحشد المرجعي وهو الأقرب إلى مرجعية السيستاني. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عندما قدم رئيس هيئة الحشد فالح الفياض بدلة أو ملابس الحشد الشعبي إلى القائد العام للقوات المسلحة وارتداها في نفس المكان وخرج من مقر الهيئة وهو مرتديا الحشد الشعبي، زي الحشد الشعبي عفوا، وأكد على ضرورة دعم الحشد الشعبي وتطرق إلى بعض الكلام الذي يتحدث عن وجود حشدين وانقسامات وما إلى ذلك. هذا المشهد السياسي ربما يعطي زخما قويا للمشهد العسكري، وخصوصا العمليات التي أعلن عنها أكثر من عضو نيابي، وخصوصا في لجنة الأمن والدفاع النيابية عندما تحدثوا عن قرب إعلان ساعة الصفر لبدء عمليات جديدة للحشد الشعبي. شكرا لك ضياء النصري على هذه الإحاطة. كما هي العادة ننهي برنامجنا بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. فيديو اليوم عن تكشف أسباب اعتقال الداعية السعودي المعروف سلمان العودة. كانوا يقولون له بأن حيادك في الأزمة القطرية وعدم انخراطك في الحملة الإعلامية تعتبر خيانة. كان المحققون يقولون له تماما نفس الكلام الذي يقوله الذباب الإلكتروني في تويتر، طالبة النيابة بما سمته القتل تعزيرا بناء على 37 تهمة، منها الإفساد في الأرض. إلى تسجيل هذه الحلقة الوالد لا يزال في الحبس الانفرادي بقصة بدأت بدعاء اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم. يوم السبت 9 سبتمبر 2017 يرن جرس الهاتف في بيتنا في الرياض. السائل بدأ يتحدث عن نفس المطعم الذي كان والدي فيه ذلك اليوم ونفس المسجد الذي صلى فيه، وكأن السائل كان يراقب الوالد أو يريد أن يقول له بأنه تحت المراقبة. وفجأة رن جرس البيت. حين فتح الباب كانت هناك مجموعة كبيرة بلباس مدني من أشخاص عرفوا أنفسهم بأنهم أم دولة. أمسكوا بالوالد على عجل وطلبوا منه الذهاب معهم.